بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق لانديل باي أمايا، نصور غرفة من نوع سوبيريور. سوبيريور. غرفة من نوع سوبيريور في فندق لانديل باي أمايا في مدينة نوراليا في سريلانكا. الغرفة نوعا ما أكبر من الغرفة ستاندرد. أكبر من الغرفة ستاندرد. هذه الغرفة، الغرفة تحتوي على صانع قهوة، وأيضا فيها ماسة للجلوس، فيها سرير، فيها دولاب، فيها أيضا تلفاز. هذا التلفاز، هذا هو دولاب الملابس. هذا هنا دولاب الملابس. أيضا يوجد فيها شطاف، حمام، المغسلة، الحمام. وهذا الشطاف تبع الغرفة، غرفة من نوع ستاندرد في فندق لاندون باي أمايا في مدينة نوراليا في سريلانكا. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.